الحمد لله انتظرنا اللحظة هذه سنين طويلة والحمد لله. والله للأمانة مشاعر كل طالب يعني يفرح بتخرجه بعد المسيرة الأربع سنوات. اللهم لك الحمد على التمام، وعلى قولتهم المأمول غير مملوك، إن شاء الله عقبالنا إن شاء الله للجميع للدرجات العليا والمراتب العليا. أقول الحمد لله على التخرج، والله سعيدين تخرج بعد تعب وعناء إلى أربع سنين تقريبا. كان حلم من أحلامي أني أتخرج من جامعة شاقرة، ولله الحمد والفضل منه أصبح حلمي هذا وأصبح حقيقة، وهذا حلم بسم الله كبير عندي. المشاعر مع الأصحاب ومع الأهل كلها مشاعر يعني ما أقدر أوصفها. والله أول شيء أشكر الله على هذا الإنجاز اللي هو خمس سنوات إن شاء الله من الدراسات عشان أحقق هذا الإنجاز والطموح، وبإذن الله نتم على خير بإذن الله. أبارك وأهني لطلاب جامعة شقر بمناسبة تخرجهم اليوم، وأقولهم ألف مبروك وأتمنى لكم التوفيق. أهدي التخرج جميع الخريجين، وأهدي نفسي وزملائي جميعا ولوالديني. والله مشعر الليلة كل واحد معرس اليوم نلبش ذا وكل شيء، ونقول لا عسى الله ينفعنا لخدمة ديننا ووطننا. حيهم يا رب.